ألسنا نحن جيلكم القادم ومن سوف يخدم الوطن مستقبلا؟ ألسنا مثل بقية أطفال العالم؟ ألسنا مثل بقية أطفال العالم ينعمون بالعيش بأمان وسلام؟ فنحن بدل أن نذهب إلى مدارسنا كل صباح، صرنا نخرج في كل صباح بحثا عن الماء لنشرب ونغسل أجسادنا النحيلة الضعيفة لعلها تستطيع النهوض لتكافح مثل هذه الأوضاع. حتى إذا كسرنا حاجز الخوف من القذائف المنهارة علينا وخرجنا لنلعب تسقط على بعضنا فنفقده
يتضاعف هلعنا وخوفنا الذي لن يقف إلا إذا تم توقيف ضرب الرصاص وتم فك الحصار لنستطيع العيش بسلام. حصارا وضربا وانتهاكا إلى متى؟ ليس بأيدينا شيئا سوى الصراخ والدعاء إلى الله أن يحفظنا. نستغرب أن تعقد اللقاءات وتعلن الهدنة المتكررة دون أي أثر أو جدوى. إننا نريد عملا حقيقيا يرفع عنا المعاناة. من حقنا أن نلعب ونتعلم ونعيش بأمان، وأنتم مسؤولون عنا وعن ذلك. التهيئات والإجراءات التطمينية والمطلوبة لزرع الثقة لم يتحقق منها شيء، فلا وقف إطلاق النار ولا توقفت العمليات العسكرية ولم تتم أي خطوة في موضوع المعتقلين والمخفيين، كما أن الحصار على مدينتنا ما يزال قائما دون ما حتى تعليق من رعاة التشاور. إننا نستغرب من مثل هكذا وضع، ونؤكد أن ما يجري ليس سوى مشهدا تراجيديا محزنا ناتج عن عدم وضوح لحقيقة الأوضاع، أو أنه مغالطة والتفاف من أجل إنقاذ قوى التمرد والانقلاب التي أصبحت في وضع أقرب إلى الانهزام والتلاشي. إن دأب ميليشيات الانقلاب وتكرارها لعدم الالتزام بأي اتفاق أمر كاف لحسم الأمر معها من خلال دعم وتعزيز المقاومة الشعبية والجيش الوطني بما يمكنها من الحسم. أما التشاورات واللقاءات المتكررة فلم تعد ذات جدوى، وليست سوى إضاعة للوقت وإتاحة فرصة للإنقلابيين تمكنهم من إعادة تموضعهم والتقاط أنفاسهم ليعودوا مثل كل مرة عقب التهدئات والهدن أشد عدوانا وبطشا. إن مرور الأيام الماضية من يوم 10 إلى اليوم وما جرى فيها من خروقات من قبل الميليشيات للهدنة واستمرار للعدوان والحصار من عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من فتح المنافذ والطرق لمدينة تعز وعدم تثبيت وقف إطلاق النار، كل هذا كان كافياً أن يجعل القائمين والراعين اللقاءات والمشاورات يعلنون موقفاً واضحاً يضمن تقديم الدعم الكافي للمقاومة والجيش الوطني لحسم المعركة ميدانياً، إذ لم يعد للتشاور في ظل هكذا وضع من جدوى. وعليه فإن كان لابد من التشاور فإننا نؤكد على ضرورة أن يتم ما يلي: أولاً وقف العدوان على تعز وسحب الميليشيات قواتها وفتح المنافذ والطرق دون قيد أو شرط. ثانياً سرعة إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين وبصورة فورية. ثالثاً ضمان وسرعة حل مشكلة الجرحى المتطلب سفرهم خلال أسبوع كحد أقصى. رابعاً التعامل مع وضع تعز بصفة عاجلة وضمان تعويضها ومعالجة آثار الحرب عليها بصورة استثنائية. خامساً إعلان آلية مزمنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16 صادر عن قوى المقاومة 22 من شهر إبريل 2016. وشكراً جزيلاً. بكل أسى وحزن يتابع الإعلاميون والصحفيون ما تمارسه الميليشيات الإنقلابية من اعتداءات خطيرة مست آلاف الناشطين في مختلف المجالات، وفي مقدمتهم الإعلاميين والصحفيين الذين كان لهم الجزء الأكبر من ذلك، وبأوامر وتحريض مباشر من القيادات الإنقلابية. إن التقارير الحقوقية في عام 2015 ميلادية سجلت ما يزيد عن 530 حالة اعتداء طالت الصحفيين في العاصمة وبقية المحافظات، تنوعت بين القتل والخطف والتغييب والاعتداءات والمداهمات وإيقاف ومصادرة مؤسسات إعلامية محلية ودولية، فضلاً عن مئات من حالات التهديد المباشر
للعاملين في المؤسسات الصحفية أدت بهم للنزوح والبعد عن أهاليهم وذويهم، وصولا إلى الحجب والحظر لمئات المواقع الإلكترونية الصحفية التي لا تتوافق مع أهداف الميليشيات الإنقلابية وحلفائها. إننا منظمة صدى للإعلاميين، ومن خلال هذه الوقفة المتزامنة مع انطلاقة جولة من الحوار بين ممثلي الحكومة والإنقلابيين وحلفائهم في دولة الكويت، نؤكد على الآتي: أولاً، إدانة كل أشكال الانتهاك والاعتداء ضد الزملاء الصحفيين والمؤسسات من جميع التوجهات. ثانياً، المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرياً وعودتهم إلى ذويهم وأعمالهم. ثالثاً، إعادة ما تم مصادرته من ممتلكات المؤسسات والوكالات والأفراد من أجهزة ومعدات، ودفع التعويضات عما تعرض للتلف منها، ورفع الحظر عن المواقع الإلكترونية. رابعاً، منح الحماية الكاملة للإعلاميين ومؤسساتهم بما يكفل أداء واجبهم في نقل الخبر والأحداث بكل شفافية وحرية. خامساً، دعوة الدول الراعية للمفاوضات إلى جعل قضية الصحافة والإفراج عن المعتقلين والمخفيين حاضرة في جدول المفاوضات بما يشمل الصحفيين مع نظرائهم وكل المعتدى عليهم ظلماً وعدواناً. سادساً، تدعو المنظمة المؤسسات الإعلامية والحقوقية للتضامن مع أسر الشهداء من الصحفيين وكذا الجرحى والمصابين، وإبراز قضيتهم ومساندتهم بمختلف الصور المتاحة. ختاماً، تدعو المنظمة زملاء المهنة والحقوقيين وكل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى الإسهام الفاعل في الضغط على الإنقلابيين بما يمكن من سرعة الإفراج عن كافة المختطفين. هذه وقفة للتذكير أن ثمة أناس إعلاميين وصحفيين أصحاب كلمة اعتقلوا وأهينوا وأخذوا إلى المعتقلات بطريقة همجية، وهم ليسوا يعني مقاتلين ولا يحملون مجموعات سياسيين وصحفيين. هذه الوقفة تذكر العالم أن ثمة جريمة إنسانية تدور في البدرومات اليوم بعيدا عن التفاوض في الكويت. ندعو المفاوضين في الكويت أن تكون قضية المختطفين قسريا والصحفيين والإعلاميين قضية حاضرة إنسانية لا علاقة لها بالموضوع السياسي. ذكر الأخوة المفاوضين أنه لهم زملاء وأخوة لهم سياسيين وصحفيين لم يحملوا سلاح، لم يحملوا كان كل جرمهم هو الكلمة. فأذكرهم فيهم أنهم أنه لهم أسر تنتظرهم، وعليهم أن تذكروا تماما أن اليمن كل لا يتجزأ. أنا أعتقد أنه يجب على الأمم المتحدة أن تتعامل مع قضية المختطفين من زملائنا الصحفيين بعيدا عن بقية المختطفين في سجون الحوثيين، وأن تكون قضية مستقلة تضغط لأجلها الأمم المتحدة والفريق الحكومي أيضا أن يضغط بهذا الاتجاه لتكون قضية مستقلة يتم الإفراج فيها عن زملائنا الصحفيين أولا، ثم تستكمل بقية المشاورات على بقية البنود. لا نستطيع أن نفهم لماذا يتم اختطاف واحتجاز الصحفيين إلى هذا اليوم، يعني لمدة عام. ما الذي يريدون منهم؟ يعني هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، جميع المختطفين لماذا يتم التحفظ على هؤلاء المختطفين وحرمانهم من أهاليهم والتعذيب المستمر؟ لماذا يتم التعذيب المستمر للشخص لا يعني بين يديك؟ يعني أنت الآن مغلق عليه 4 جدران وموصد عليه الزنزانة، لماذا يتم التعذيب؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح للدول الراعية للمفاوضات. يعني لماذا في جنيف واحد كان العنوان الأبرز إخراج المختطفين بدون شرط أو قيد؟ وهذه من المعيب أن يتم الحديث عن المختطفين مرة أخرى.